اتفضل اتفضل يا سيد الناس اتفضل. نايم فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا عاد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاجات اللي انت لابسها دي؟ فين يا دي اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفت يا ابن بتع الكتعه. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي اهدي اهدي دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب ده كان جالبها مسخر عاد ده. طيب انا خشش له. لا يا سيدي، لا 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 يا سيدي جابر، ابو سيادتك لا، ده يموتني يقطعني قطيح. قبري يلم العفش افهم، يقطع قطيع ليه افهم. اصله هي واحده هاي، اصل عنده ضيوف بيقابل الضيوف في اوضه النوم. ايوه ده الحاجة بتاعه، سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم الا قرايبه. لا حول ولا قوه الا بالله، انا خشش له. سيدي جابر سيدي جابر، لا انت على هنا، ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ وبعدين اخوه ومتوحشه ورايد يشوفه، انت ايش اخششك؟ جابر خبر ايه؟ حصلت حاجه؟ حصلت حاجه؟ النهارده فرحك يا عريس، قوم احنا بقينا بعد العصر، نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. ديب انت بجد عريس وفرحك الليله؟ الليله وكل ليله يا عروس. يلا امي خدي لك شاور ونعنش نفسك لما تشوف الرجاله اللي برا. تفضل يا سيدي. يا دياب ما عاوز تعجل اياك يا ولد ابوي. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عقل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتها واحنا بنشوفه، من ميتها ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعه وشروه يا جابر. وهدان اطمن يا دياب اطمن، ابوك ما حينجلكش حاجه عيفش واصل. وبعدين يعني هي دي اخر جوازه وبعمل زي اتجوز اربعه والثلاثه التانيين بختارهم انت على هواك. يا اخي انا ما فهمش ليه ابويا مصمم على الجوازه دي بالذات، دماغي حتشت. افهمك حكمه داي من عيله الطراشنه، عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا، ليه مصانع كتير قوي عندنا وكلها في مصلحه شغلنا، والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه والنسب بيحمي المصالح ويقويها. ولك ده بتبيعوني عشان المصلحة وعاملين دياب قنطرة تعدوا عليه. المصلحة واحدة يا ود ابوي، المصلحة واحدة. باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاص كده قفلت، من النهاردة ما هتشوفوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خلينا على تليفون. طاهر امرك يا سيد الناس، خد منيها المفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه. خد المفتاح اهو بسرعه كده. طب بقول لك ايه، لو احتجت المنامي انا مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه يا اكل ناسك انت؟ ولا حاجه، يعني هي جت علي ما مكفهوش اللي عملوه فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله.
بالله يا بنيتي وتجوزي دياب، على الأقل هيبقى ظهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك من ورث أبوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جيبه. أنا موافقة بس عشان يتجيب لنا حقنا. وأنا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يدي بيده وفي مقام أخويا الكبير.